السمك المزقوف هو أكلة عراقية يكثر تناولها في أيام الجمعة والعطل، والمزقوف هو السمك المشوي على الطريقة البغدادية، حيث تكون هناك مساحة دائرية يوقد فيها الحطب ويوضع السمك ضمن دائرتها بعيدا قليلا عن تأثير النار المباشرة. روحي وانا حي ادعيني يستخدم في المزقوف السمك الحي الموجود في أحواض خاصة لدى البائعين، حيث يتم شقه من جهة الظهر على طول السمكة من رأسها لغاية الذيل، وينظف داخلها بالماء ويرش عليه الملح. ولكي تتم عملية السقف هناك طريقتان، أما أن يشق في جلد السمك فتحتان أو ثلاثة لمكان تعليق الأوتاد، أو يتم وضعها في شبكة ومن ثم توضع أمام النار. أفضل أنواع السمك المزقوف هو سمك الشبوط والقطان والبني، والأكثر انتشاراً هو الكارب. أحياناً يتم دهن بطن السمكة بعد الشواء بخلطات خاصة من الخل ومعجون الطماطم والزيت. يقدم السمك المزقوف مع سلطات مختلفة ومع العنبة والبصل الأخضر أو اليابس وخبز التنور الحار. تنتشر في بغداد وفي العديد من المحافظات وحتى خارج العراق المطاعم العراقية التي تقدم السمك المزقوف، وفي بغداد أماكن للشوي كثيرة في أبو نؤاس وفي الكرادة والشواكة ومناطق عديدة أخرى. يا صياد السماك صدني بنية عجب انت حضري وانا بدي ويا جمعة مباركة ويا سمكة محمرة بالجمر ويا الخبز الحار، وألف عافية عليكم. يا صياد